حاجة واحدة ما كنتش قادرة أتغلب عليها، الذكريات. كانت بتطاردني كل ما أدخل الشقة، كل ما أقعد فيها لوحدي، لدرجة أني فكرت أسيب الشقة، لكن حسيت أن دي ممكن تبقى خيانة كبيرة لماما. بطلي سذاجة بقى، ايه علاقة امك بانك عايزة تسيب الشقة؟ انا عايز اسألك سؤال، انت مرتاحة في الشقة دي؟ تقدري تفتكري مرة امك كانت مبسوطة وانت زعلانة؟ لماما امك عمرها ما هتبقى فرحانة وانت متضايقة، ولا بعد ما توفت ولا وهي عايشة. المشكلة يا لماما ان مفيش حد فينا جرب يموت قبل كده، فاحنا مش عارفين الناس دي بيفكروا في ايه، ولا زي احنا فارقين معاهم اصلا، ولا هم شايفين الدنيا دي ازاي. بص يا سائر، ما تتوهنيش في نظريات عامه، انا بسالك عن الشقه. ما تصغريش الموضوع، الموضوع ده ملوش اي دعوه بالشقه. امال له دعوه بايه؟ له دعوه انت هتتصرفي في حياتك دلوقتي ازاي بعد امك؟ ايه القرارات اللي هتاخديها؟ هتعيشي ازاي؟ هتشوفي الدنيا ازاي؟ لمومبا انا جربت الموت أكتر منك. أنا عشت فترة مع أبويا وبعديها مات، وبعديه بشوية أمي وسارة. على فكرة أنت بتكتب على نفسك، أنت كمان مش عايش. يوم ما سارة ماتت من سنين طويلة وأنت أنت مش عايش يا سار، واقف مكانك، لا عرفت تحب ولا عرفت تتجوز ولا عارف تمشي من المكان اللي انت فيه. الكلام ده مش حقيقي. الفرق بيني وبينك ان انت مختاره انك تبقي عايشه في ذكرياتك. انا مش قادر انسى ساره، مش قادر اعيش من غيرها، مش قادر احب واحده تانية، ولو كنت اقدر اكيد ما كنتش هتردد. صحيح انا اتضايقت لاني قلبت على سائر المواجع، لكن اخيرا خرجت من دايره احساسي بالذنب تجاه ماما. بقى فاضل بس ان انا افكر بحياديه، يا ترى انا عايزه اسيب الشقه ولا لا. ها وصلت ليه؟ مش عارفه اوصل لحاجه. خلاص هات ايدك واحنا نحاول نوصل سوا. بصراحه انا فعلا محتاجه مساعدتك يا عاصم. وانا تحت امرك يا فندم. تحبي نبدا منين؟ مش عارفه. انا اقول لك، تعالي نحسبها زي ما بنحسبها في البيزنس بالظبط، كوست بنفيتس، يعني هنكسب ايه وهنخسر ايه. ما كنتش عارفه ايه حكايه عاصم والكتابه على الكلينكس. كان كل ما يعمل كده افتكر يوم ما كتب لي نمرته على الكلينكس في عربيتي. نبدا بايه؟ بنفيتس. طيب هنكسب ايه لو سيبنا الشقه؟ ممكن اغير هوا، أعيش في مكان جديد وأشوف ناس جديدة وأتعرف عليهم، أعمل مكان جديد لنفسي وأغير ديكور وأعمل بيت يبقى الستايل بتاعي يعني. بس طيب والخسارة؟ الذكريات يا أحلام. مش إحنا سيبنا الشقة عشان حكاية الذكريات دي؟ أيوة، أنت دايما بتحاول تهرب من ذكرياتك، بس ده ما بيعنيش إنك تفتقدهاش. يعني صعب جدا ان الواحد فجأة كده كل تفاصيل حياته ينساها ويسيبها وراه ويمشي. احلام انت عمرك سافرتي بره مصر قبل كده؟ بس مش كتير. عشان كده السفر من حتة لحتة يودي لك الموضوع ده خالص. ازاي؟ انا اقولك، لو انت بتسافري زي كتير هتلاقي في كل بلد حاجة حلوة هتبسطي فيها وتستمتعي بيها، وفي نفس الوقت برضو وانتي ماشيه مش هتحسي بذكريات ولا تفتقديها ولا اي حاجه. ممكن نرجع للكورس. ايه كمان؟ جيراني، الناس اللي اعرفهم يعرفوني، واللي اتربيت وسطهم، بيت امي، تفاصيل المكان اللي انا اتربيت فيه مش هعرف اسيبه، وبرضو المجهود اللي ممكن أعمله لما أنقل من مكان لمكان. برضو في حاجة تانية؟
اهم حاجه الفلوس. بص يا ستي، الفلوس والمجهود دي حاجه مقدور عليها، اما بقى المكان والتغيير من مكان لمكان والناس الجديده والكلام ده، مين فينا مش محتاج تغيير؟ بص يا احلام، الدنيا دي زي لعبه القمار، بورصه، لازم تبقى جريء عشان تكسب، وفي نفس الوقت برضه لازم يبقى عندك القدره على تقبل الخساره. كده ما بقاش ناقص غير حاجه واحده بس. ايه؟ قد ايه ذكرياتك بتضغط عليكي؟ جامد، بتضغط عليا جدا. انت عارف ان انا لغايه دلوقتي ما بعرفش انام كويس من يوم ماما ماتت. خلاص يبقى اتفقنا، انت لازم تنقلك بيت تاني. ازاي؟ ده احنا اللي هنوصل مع بعض.